جميع اطياف الجماهير الولاديه اللي ما عمرهم خلاو الفيراج خاوي. كنقول لهم بان بكم اليوم استطعنا اننا نفوزوا على فريق اللي تنبأ خاصه التصريحات اللي ادلى بها الرئيس ديالو والنجل ديالو قبل المباراه اللي كانت شويه تشكيك، والمدرب كذلك نظرا لبعض حساسيه المدرب لانك تعرف كيفاش داز في الدار البيضاء. مسائل اللي داخله في كره القدم انهم بغاو يديروا شويه الضغط على الوداد، ولكن ثبت بان الوداد فريق اكبر من انه يوقع تحت الضغط ديالهم، استطعنا اننا نربحوا مره اخرى. تحيه للوينارس والجماهير الوداديه واللاعبين والمدرب الكلاني. شكرا.